إذا بداية سي بعيد، لو تعطينا يعني تفاصيل أكثر على التوقعات الجوية المرتقبة هذا الأسبوع، كذلك النشرة الإنذارية اللي صدرت اليوم. فعلا، فبعد ما شهدت الحالة الجوية العامة خلال يعني الأسابيع الأخيرة واحد الطقس اللي هو حار بالنسبة لبداية شهر موسم الخريف، نتيجة أولا لتمركز مرتفع جوي اللي شمل جنوب أوروبا وكذلك حتى بلادنا، وبالتالي كان طقس مستقر ونسبيا حار مع درجة الحرارة كانت بين 4 حتى 8 درجة فوق المعدل الموسمي. ابتداء من يوم الخميس هناك تغيير في الحالة الجوية العامة، وذلك نتيجة أولا لاقتراب منخفض جوي بالمغرب، وبالتالي مجموعة من السحب بحول الله ستهم ابتداء من مساء يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة المناطق الشمالية، بعض المناطق الوسطى للبلاد، المناطق الداخلية، مرتفعات الأطلس ومناطق الريف. بعض الأماكن ستكون فيها يعني تساقطات معتدلة إلى أحيانا قوية كيف شرطوا لها، خصوصا مناطق العريش، حصن زرع، طنجة، أصيلة، تطوان، مضيق، فنادق وزان وشفشاون. وكذلك هذا الاضطراب الجوي كذلك سيكون مسبوق بيوم الخميس، ابتداء من يوم الخميس كذلك بهبات رياح قوية ستهم المناطق الشمالية، بعض المناطق الوسطى وكذلك حتى المناطق الشرقية ومرتفعات الأطلس، حيث في بعض الأماكن غتكون فيها يعني الرياح بين 80 حتى 95 كيلومتر في الساعة ابتداء من 9 من صباح يوم الخميس، خصوصا مناطق ديال تطوان، مضيق الفنايدق، حصن جرة وكذلك المناطق ديال العريش، طنجة، أصيلة، الشاون والحسيمة، وكذلك يعني الرياح معتدلة إلى قوية تصل 70 كيلومتر في الساعة، كذلك في المناطق السهول الأطلسية الشمالية وكذلك المناطق الشرقية والمناطق الداخلية للبلاد. كذلك سيسجل انخفاض في درجة الحرارة بعدما كانت نسبيا مرتفعة خلال تقريبا الأسابيع الأخيرة. سيد الحسين يعبد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأصاد الجوية، شكرا لك على كل التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. بدءا من يوم الخميس وإلى غاية صباح الجمعة، أمطار قوية بمقاييس تتراوح ما بين 30 إلى 45 ملم مرتقبة بأقاليم العرائش، الفحصنجرة، طنجة أصيلة، تطوان، المضيق، الفنيدق، وزان وشفشاون. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تفيد خلالها المديرية العامة للأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها بين 70 و95 كم في الساعة مع تطاير الغبار يوم الخميس بعدد من أقاليم المملكة. تحية طيبة لك مشاهدينا وأهلا بكم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية أمطارا قوية خلال يومي الخميس والجمعة، ستتراوح مقاييسها ما بين 30 و45 ملمترا، وستهم كلا من العرائش، فحص انجرة، نادق، نديق، طنجة، تطوان، شفشاون ووزان. وظاهرة هذا اليوم الأجواء مستقرة بالمنطقة الشرقية، درجات الحرارة ستصل إلى 31 درجة بوجدة وفييق، 29 درجة ستسجل ببورفا، 27 درجة بمليلية والحسيمة، 28 درجة ستسجل بتازة، 30 درجة بكل من فاس ومكناس. أمطار ضعيفة ومتفرقة ستهم منطقة طنجة، اللوكوس، الغرب وغرب منطقة الريف. درجات الحرارة ستصل إلى 28 درجة بالرباط والدار البيضاء والجديدة، 30 درجة ستسجل ببني ملال وسطات. وبالجنوب الشرقي الأجواء مستقرة ومشمسة، 34 درجة ستسجل بأرفود وزاكورة، 29 درجة بتنغير، 32 درجة بورزازات، 31 درجة ستسجل بكل من مراكش وترودانت، و27 درجة مرتقبة بأسفي. شمال الأقاليم الجنوبية ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب. درجات الحرارة ستصل إلى 36 درجة بسمارة، 35 درجة بالعيون، 37 درجة ببكرة، 29 درجة ببجدور، 40 درجة ستسجل بأوسرد، 39 درجة ببر نزران، و30 درجة ستسجل بالقويرة. شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا، ودمتم بخير.